تم الحديث عن المسيرات التركية التي حققت نجاحات عديدة في أذربيجان وفي ليبيا وفي يعني سوريا ربما ستكون فاعلة. طبعا هذه الطائرات المسيرة لها قدرة عالية جدا على إصابة الهدف بدقة، لها قدرة عالية جدا على المناورة، لها قدرة عالية جدا جدا على التأثير المباشر في الحرب يعني. لذلك ربما تكون بالتأكيد يعني الطائرات المسيرة لعبت دور حقيقي على مستوى الأرض، وربما ذلك الذي طمأن أبي أحمد أن يذهب إلى بعض جبهات القتال ليتفقد، لأنه يعلم بأن هذا التأثير الكبير جدا سيجعل قوات التجراي تتقهقر وترجع كثير جدا من الخطوات إلى الوراء، وذلك ما فعل. الآن يتحدثون بأن لم يكن في إقليم العفر إلا بعض الجيوب الآن تحاول القوات الفيدرالية مع العفر، مع كتائب العفر أو جبهة العفر المسلحة يعني تمشيط هذه الجيوب، والمعارك تدار الآن في إقليم أمهر، ويقولون بأنهم لن يتوقفوا يعني.